السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم أيها الكرام في درس جديد خاص بالسنة الثالثة، خاص بطلبة السنة الثالثة ثانوي. هذا الدرس في البلاغة العربية بعنوان الجمع في البلاغة العربية، درس قصير نتابعه معا إن شاء الله تعالى. إذن ما هو الجمع؟ وأن يجمع بين شيئين، يعني أمرين أو صفتين أو معنيين، أن يجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم واحد. بالمثال يتضح المقال، لاحظ هذا المثال. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ليس المال وحده زينة وليس البنون وحدهم زينة، بل كلا الأمرين المال والبنون اجتمعا واشتركا في أمر واحد، كونهما زينة تزين الحياة الدنيا. قال الله تعالى أيضا: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فالشمس والقمر بحسبان، أي بحساب وتقدير عظيم يعلمه الله سبحانه وتعالى. اشترك الشمس واشترك القمر، هذان الجرمان اشتركا في أمر واحد، كونهما بحساب عظيم وبتقدير من الله سبحانه وتعالى. فليس الشمس وحدها بحساب وليس القمر وحده بحساب، بل الشمس والقمر معا اشتركا في حكم واحد، فلذلك يسمى الجمع. الأمر نفسه بالنسبة لي: والنجم والشجر يسجدان. فكما أن النجم يسجد لله تعالى، فالشجر أيضا يسجد لله تعالى. فاجتمع النجم واشترك النجم والشجر في السجود لله تعالى، وهذا ما نسميه الجمع. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، أو بمعنى في بيته، معافا في بدنه، ليس به إلا عافانا الله وإياكم، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافره، أي ملك الدنيا بكلها وجميعها. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع هذه الصفات الثلاثة، وهي الأمن والمعافاة وملك القوت، جمعها في أمر واحد، بمعنى أن الذي يملك هذه الثلاث يكون قد ملك الدنيا، كأنه ملك الدنيا. أيضا قول الشاعر: إن الفراغ والشباب والجدى مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الجدى بمعنى الاستغناء. إن الفراغ والشباب والجدى مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ بمعنى أن هذه الثلاث، الفراغ والشباب والاستغناء، هذه الثلاثة جمعت في أمر واحد يسمى، أو كونها مفسدة للمرء أي للإنسان. كان هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.